مثل ما الغذاء ضروري لصحة الجسم، كمان بيلعب دور كبير بنضارة البشرة. بالحلقة الصحية لليوم، الشيف جوزيف رح يعرفنا على وصفات لنحافظ على صحة وشباب بشرتنا. هاي شيف. هاي ملك. شو يا شيف اليوم بدنا نعمل كريمات؟ بتعرف انت كل مره بتحكي لنا عن هذا بيعمل في ماسك، هذا بيعمل في ماسك، في اشياء طلع معك حق فيها صراحه. اوكي. ما بدي شو بقولوا؟ تظلمني. اظلمك بس مش قصه الثوم والبيض وما بعرف شو، في اشياء فيهم عملوا مثل رمان قال بينعمل فيك تعمليه للوجه سكراب بيطلع كثير منيح. طلع اخر شيء انه الجلد اكثر شيء بهمه الفيتامين سي والفيتامين اي، هذا كثير منيح له. لذلك زيت زيتون من الاشياء كثير مهمه للجلد، كل شيء بقلبه فيتامين سي بيساعد الجلد كثير منيح. اوكي. فهلا حنعمل لكم طبق بيتعلقوا اللي هن بيكونوا بغذوا الجلد اكيد هلا. اوكي. بغذوا جسمنا كله. بغذوا الجسم بس انه منيح للجلد، بيعطوه نضاره ونعومه. ونضاره. اوكي. حنبلش باول طبق هو بالكينوا. يلا. حنعمل مثل بوريج بالكينوا. حناخذ كسرول. شكله يا شيف عم يشيك كثير مسجز من سيدات عم يقولوا لك مثلا منا اشياء لنضارة البشرة. المفروض أنت تبعتي لي مسج شو بدك؟ أنا ما يعني لو قررت إنه اليوم أنت تعمل حلقة عن نضارة البشرة، شو السبب؟ لأنه عم نعمل على طول بتعرف من الحلقات اللي هن صحية يعني. عم تقريبا صرنا مغطيين كثير أشياء مثل القلب، مثل الكلاوي، مثل السكري. فكمان هودي أشياء من الجسم، فلازم كمان نغطي عنهم شوي.